اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا وسهلا. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك. يعني هبدا طبعا بكلام بحضراتكم في البدايه. النهارده لجنه الحكام، وهناك مقترح من رئيس لجنه الحكام بان يكون هناك اختيار للحكم المصري فقط خلال الفترة القادمة، هل ده ممكن في ظل ان انا ما عنديش مسطرة واحدة بشتغل عليها مثلا كحكم مصري؟ لو تفتكر اخر مرة كنا مع حضرتك الاسبوع اللي فات كان قبل السوبر. قبل السوبر المصري اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا هل معنى ان احنا بنشجع تجربة ان يبقى الحكم مصري، هل ده معناه ان احنا لو شفنا اخطاء مش هنتكلم فيها؟ بالظبط. اتفقنا لا، احنا قلنا انه التقييم الفني حاجة وان احنا نشجع تجربة الحكم المصري حاجة تانية. صحيح. ولذلك اللي حصل برضو النهاردة بشهادة زملكاوية كتير سواء على الفيسبوك او في اي مكان اتكلموا على ان فعلا الحكم ما كانش وليد عبد الرازق، يعني مش فير على الاطلاق. ويمكن حضرتك في الانترو فكرت الناس، وده كان مهم جدا، بموقفه قبل كده مع محمود متولي لما نقاه واختاره كده نقاه. يبقى احنا كان عندنا حق ساعتها طبعا، قلنا ان هو كان يعني اصلها كانت باينه يا كابتن. انت عارف يا استاذ جمال وانا برضو معلش انا بروح احاسب نفسي طبعا. يعني انا بروح بالليل النهارده احاسب نفسي على الكلام اللي اتقال، وساعات ببقى يعني عشان مسؤوليه انت بتقول كلام ممكن انت بتتكلم قدام ملايين فبتبقى متضايق لو في حاجه يعني. فانا ساعتها انا فاكر قلت طيب يمكن الراجل ما كانش قصده والله يا استاذ جمال، قلت كده لنفسي يعني. ما احنا قلنا لما بتبقى الاخطاء، لكن لما شفت النهارده الخطا قلت انا يعني قعدت ساعتين ثلاثه ولا اكتر شويه ولا اقل شويه بحاسب نفسي انا غلطان ان انا كنت بعمل كده. لانه النهارده بان ان لا، ما هو محمود متولي راح وعمل كده زي او ما عملش. لما عملش عواد قلت لازم يبقى فيه، عملوا كده، حط ايده عليه. قلت لازم يبقى فيه مسطره بالظبط. اللي يتعمل في الموقف ده لازم اطبقه في كل المواقف المشابهه. صحيح. ما اقعدش اختار ده عشان كذا وده عشان كذا، لا لازم يكون في. اذا كنا عاوزين تجربه ناجحه للحكام المصريين لابد ان يكون هناك عداله. زي انت بنعيدها تاني، شوف بصت عينيه ايوه يعني انها فوق حتى سبحان الله. لا فوق باين ان هو عينه عليه، عينه منه يعني واضحه جدا يعني. صح. فالحقيقه يعني الاثنين هو ده اللي يخليني واللي تحت بقى الصوره اللي تحت حاطط ايده عليه. يعني ده مع انه بيصوروا لنا ان الحكم لا يمس، وده الحقيقه. هو الحكم لا يمس فعلا، يعني المفروض ما فيش اي حد من اللعيبه يلمس. لا طبعا الحكم ده طبعاً. لا طبعا لانها بتعتبر شروع في اعتداء. يعني حتى لو لمسوا بس كده ده معناه على طول انه شروع في اعتداء يعني. صحيح. فطبعا دي حاجه لازم هقول لك ايه، هنهديها لبريرا. هو بريرا ساكت بيتفرج زينا على ما يبدو. بريرا بس انا علمت النهارده ايه يا استاذ محمود، ويمكن حضراتكم تكونوا عرفتوا هذا الامر. علمت من مصادرنا داخل اتحاد كره القدم ان رئيس لجنه الحكام بريرا طلب من اتحاد كره القدم الغاء بند ما يخص استقدام الحكم الاجنبي. فقالوا له يعني صعب ان احنا نلغي؟ قال لهم يبقى تصعبوه على قد ما تقدروا، علشان انا بدايه من الموسم القادم انا مش عايز استعين بحكام اجانب مهما كانت الظروف ومهما حصل. احنا قلنا الفكره ماشي. حلوه ماشي ماشي مفيش مفيش يا كابتن اسلام، الكلام ده 10 على 10 واحنا كلنا لازم ندعمه على فكره. بالظبط. تحت اي ظرف. ازاي؟ ما انا هكلمك. هدعمه طبعا. هندعمه، لازم تدعمه. ما هو تدعمه بس ايه المحصله ايه في نتيجه الدعم؟ يعني لازم تبين لي نتيجه ان انا كنت ان انا بدعم وبقف معاك انه حجم الاخطاء ده يقل. صحيح. بالزبط. انك انت مش عاوز اعرف عقبه الحكم ازاي بقدر من ان انا اشوف الحكم مختلف في مره ويبقى عنده الحياديه رقم واحد، ده يشغله لا لون احمر ولا ابيض ولا اصفر ولا الكلام ده. لكن لما يجي بحسابات النهارده وهذا الحكم من الحكام يعني المتمرسين فيه تعبيرات الوش، يعني ديك تعبيرات انه حكم صارم وجاد. لكن في ماتش النهارده لما انت تلاحظ النهارده
في الدقيقه 42 في الدقيقه 39 دونجا خد انذار بسبب عرقله مصطفى حماده لاعب بروكسي. في الدقيقه 42 نفس اللاعب تعرض لكوره تجاوز بها دونجا وتعرض للعرقله. فكر الحكم للحظات لو انت لو اللقطه موجوده تلقى ويلعب الناس فك لقطات ما بين ايه ما بين نارين ياخد قرار ويوقف. لو ادى فاول لازم يدي انذار التاني. لو ادى فاول لازم يدي انذار التاني. فهو ما اداش الفاول مشى اللعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه راجع ضربتين الجزاء. كابتن جهاد جريشه معلش قبل ما حضرتك تكمل كابتن جهاد جريشه دلوقتي او من شويه يعني قال ان هناك ثلاث ضربات جزاء. انا شفت واحده وبيقولوا لي لا في اثنين. لا في اثنين واضحين. كابتن جهاد قال ثلاثه. قال ثلاثه وقال لك ان الحكم كابتن وليد عبد الرازق لم يكن موفقا في هذه المباراه. على فكره جهاد جريشه من القليل ان هو يعمل على حكم كده او يعمل عليه مش موفق. ما انا بقول لك طيب اصل احنا خدنا فتره مش قال لك كلاتنبرج والاهلي وجايبينه دلوقتي بقى بيجيب كلاتنبرج نضرب بيه المثل في انه يحلل اداء ايه الماتش ده. يا جماعه تريحونا كلاتنبرج كان وحش ولا كلاتنبرج كان سيء دي النقطه. طيب بيريرا في حاله الصمت دي وانه راجل واخد قراره ومفاهم اتحاد الكوره. طب هل الناس فهمت بيريرا خطوره الامر ولا هناك في توجيه جاي يعني اللي جاب بيريرا وتعاقد معاه جاي من بره قايل له اسمع اللي احنا بنقول لك عليه عشان تاكل عيش وتعدي الامور ولا في تقييم وهدف للمرحله؟ هنا بقى يبان خطوره الامر يا كابتن اسلام. بمعنى صحيح في اخطاء على الفتره اللي فاتت كنا دايما مع كلاتنبرج بعد كل جوله وكل مرحله يطلع يقول لك ايه لا في فلان عمل كذا فلان عمل كذا. طيب هل انت ملاحظ يعني هنقول ايه ملاحظين التصحيح يعني مش خطا واحد ده انت كده عندك اربع اخطاء بكلام كابتن جهاد جريشه اللي بيقوله انه في ثلاث ضربات جزاء وانا بقول لك ضيف عليهم لعبه الناس اغفلتها وما خدتش بالها منها في المباراه. اللعبه دي لازم توقف عندها لانه دي حاجات بتغير مصير ايه جهد فرق طبعا. صحيح الكلام ده هينطبق على كل مش هينطبق على حد زي ما انت بتقول ايه. يا اما الناس تبطل الكلام عن التحكيم خالص وتسيب الدنيا زي ما كده ونلغي استوديوهات التحليل اللي في الموجوده في الاستوديوهات خلاص ما حدش هيتكلم لانه اللي بيتكلموا يعني ما انا بكلمك اهو ما انا بتكلم لا انا بتكلم أنا ما انا لا انا بقول لك ايه يا اما ما انا بقول لك مش مساله استوديو تحليلي ما هو خلي بالك برضه في الاستوديو التحليلي ده بيبقى فيه توجيه وانت فاهم وانا فاهم وعارفين كل حاجه يعني يظهر لك لعبه ويخفي لك لعبه ثانيه ما حد يعني عاوز اقول لك ايه يا من الصالح يا نبطل يا ما نبطلش. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا برضه عاوزين نفهم يعني ايه الخطوات اللي خدها بيريرا عشان يتلافى الكلام دي يعني هنشوف ايجابيات ايه هنكمل يطلع يقول لنا يعني يطلع يقول لنا مثلا لنا. انا عندي انا ضد في مالطا ما انا حضراتكم اساتذه كبار وكل واحد فيكم في مكان كبير جدا وقد الدنيا وكل حاجه وبتتكلموا وهنا بنتكلم وبنتكلم بمنتهى احنا لا نجرح في احد ولكن احنا بنطالب بتحقيق العداله. انا ما بجرحش في كابتن ما اعرفش كابتن عبد الرازق ولكن انا بنتقد عاوزين نقارن بين الموقفين يا كابتن ما بين التكشيره المرعبه اللي عملها مع محمود متولي ولعبت الاهلي لا 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 عارف النهارده والنهارده والنهارده هو بيضحك والتاني ايه انت عارف انا يهمني ايه الانذار ما خلاص بقى يا كابتن ما انا بقول لك الموقف لا يعني لا تدي انذار فوق ما تديش انذار انا ما انا بقول لك اهو يا كابتن يعني شوف انت الموقفين عاملين ازاي يبين لك الحسابات والانتماءات والالوان. انت كده كحكم حطيت نفسك في الدايره خلاص مش تخرج منها يعني بص لما تيجي تظهر اي مباراه ليك تاني هيبقى عندك حسابات. ايه الحسابات؟ انك انت الناس تسريع بقى تاريخ لا انت عملت في 1 2 3 4 5 6 الكلام ده ايه يا كابتن؟ هنا لجنه الحكام وقلنا ان اتحاد الكره قراره من الاول باستخدام تحكيم حكم اجنبي لابد يكون ايه؟ انا عارف بقول انا عندي هصحح في 1 2 3 4 5 6 لازم كل فتره يطلع بيريرا يقول يا جماعه احنا عندنا جمله اخطاء في 1 2 انا ساعي ان انا اطلع اجيال جديده الناس دي عندي هتكمل معايا واشوف بعد كده. لكن استمرار المشهد بالمؤسف بالصوره دي وانه ده مثلا من يعني عاوز اقول لك ايه من وليد عبد الرازق وغيره ومباريات تانية ممكن احنا ما شفناهاش ما شفناش اخطائها برضه عشان نكمل نجمل صحيح. نعمل جمله التقارير ماشي لا لازم يكون في تقييم للمرحله برضه يعني تقول لي تيجي بفتره كده يا كابتن اسلام مع فتره توقف تقول لي لا انا في لقطات شغلت الراي العام لا حساباتها كان 1 2 3 والحكم ما يبقى في موقف منه خلاص. لكن انت سايب المشهد كده رغم الناس عابت على كلاتنبرج الكلام ده لكن كلاتنبرج كان عنده فرصه انه بيديك فرصه ايه انه يقول لك لا دي غلط دي صح دي ماشيه انت كده عرفت ان هو الحكم ده عنده خطا عنده خطا فعنده كسر وبعدين يا كابتن ده دي مباراه في دور ال 32 يعني المفروض انت لما بتختار حكامك كلجنه يعني وطبعا اللي بيختار اكيد المسؤول عن التعيينات كابتن محمد فاروق يعني ما اعتقدش انه بيريرا
يعرف وليد عبد ال انا ما يعرفوش يعرفهم فين. ما انا بقول لك اكيد اللي معينه حد من المجموعه المصريين اللي في اللجنه. فهي القصه ايه بقى؟ ان انت هتقول اللي ناقصك الفار؟ لا، ده حكم ينقصه الكثير. صحيح، ده الفار ده بيكمل الحكم من الحاجات اللي بيشوفها نواقص الحكم. طب انا هسألك سؤال تاني بطريقه تانيه. وانا ما ينفعش كحكم احسب ركلتي جزاء؟ ليه ما ينفعش في مباراه واحده في كره القدم؟ ما احنا بنشوف ماتشات على مستوى العالم. يعني ينفع؟ ينفع جدا. جمال غندور حسب خمس ركلات جزاء في مباراه واحده بره؟ يمكن انا مش فاهم. لا كابتن جمال غندور في احد مره مباراه الاهلي اعتقد والقناه، الاهلي والقناه اتحسب خمس ضربات جزاء. بص هو الحكم، بس انا بقول لك يعني، وفي مباريات ثانيه برضو احنا ما شفناهاش بتحس فيها اكثر من اربعه وخمسه. الحكم اداء دي اخطاء يا كابتن، مش عايز. انا من وجهه نظري انا شفت المباراه كامله. انا ما اتفرجتش عليها كامله، اتفرجت على الجزء. انا شفتها كامله. اداؤه اصبح اكثر خوفا ومش عايز اقول جبنا بعد شيكابالا لما وقع في منطقه الجزاء. بس دي بقى باينه ان ما فيهاش حاجه يعني. ايوه، لا انا يعني بقول لحضرتك كان في اعتراض عليه جامد. ايه المشكله؟ ما انا بقول لك كل الحكام بيعتمد بعدها. لا بعدها انا ملاحظ ان هو بقى مرتعش. يعني اداؤه مرتعش اكتر، كانت واضحه جدا، لان بعدها بقى جت الايه ضربات الجزاء والحاجات اللي متحسبتش. خلي بال حضرتك حتى لما نقول او بنيجي نتكلم على الفار فيما يخص هذا الامر، ضربات الجزاء اللي واضحه، هاتلي الصور تاني لو سمحت، مش محتاجه فار. ايوه، ما هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انا اقصد اللي نجح ان هو يصور الصوره دي اهي، بص حضرتك بص. اللي نجح الصوره يصورها واضحه. ايوه، واحد ماسك واحد وبيزقه او باينه طبعا. التيشيرت بتاعه والراجل مصور فوتوغرافي اهو. طلعها. معنى كده ان انت كحكم قادر في الثانيتين ثلاثه دول ان انت تشوف ان ده خطا يا كابتن. هو الاساس ان هو وتحسب ركله جزاء اخرى. مش الحكام دي كانت بتحكم ماتشات قبل الفار؟ الفار جاي للالعاب الصعبه زي دي. لا اقل من دي. على رأيك. لا دي سهله على رأيك. يعني باينه بقول لك من لقطتين فوتوغرافيتين او ثلاث لقطات. صح، باينه جدا. صح، يعني دي اللقطه دي واكيد خدت ثانيتين. قول ثلاث ثواني مثلا، يعني 100% هيشوفها. شافهم. يا اما هو يا اما المساعد بتاعه. طبعا. يعني مش معقوله عدت. يعني انا في هذه اللحظه او لما شفت الكره دي وشفت الكرة التانية بتاعت الإنذار أكتر، الحمد لله نفسيتي استريحت. إن أنا يومها يوم محمود متولي الحقيقة قلت قد أكون قاسي على يعني الحكم بيني وبين نفسي. يعني بصراحة نفسك أنا أول مرة أقول هذا الكلام، لكن بيني وبين نفسي كده هو كده ثبتها. يعني هو بعد اللي أنا شفته النهاردة مليون في المية هو كان يعني كان عنده خطأ في اتجاهه مع محمود متولي في مباراة المصري الأهلي والمصري اللي كانت. ندعو الله للحكام الهداية، لان هما كده بيضروا التحكيم المصري اكبر ضرر. ما اذا غاب الضمير يعني يا استاذ جمال، احنا عايزين اخطر ما في الامر غياب الضمير. يعني اذا هو ما راجعش نفسه وراجع اخطاء وتساب بالصوره اللي انت شايفها دي على المشهد، تنتصر؟ يعني الناس عماله تقول لك ايه والتحكيم المصري وهيروح كاس العالم وعمال ننتقد في بعض ونقطع في بعض، يعني بالصوره اللي انت شايفها كل واحد قاعد التاني بالصوره او مختلفه. لكن يا جماعه النتيجه انه كل الاخطاء وارده، لانه قرار الحكم بيتاخد في جزء من الثانية. هو بيبقى معذور فيه. لا وردة خلاص. بس وردة ما انا بكلمك. لكن الاخطاء اللي عندما تزيد، يعني لو هقبل منك خطا مش هقبل منك اثنين وثلاثه ولا اربعه في مباراه واحده، هتبقى عندك مشكله في الحاله دي. هتوجه ايه؟ يعني انت عاوز اقول لك شفت تعبيرات وشه؟ على فكره من المرات النادره ان انا اقعد اتفرج على ماتش. اتفرجت على الماتش اتفرجنا عليه تعبيرات وشه النهارده. تعبيرات وشه النهارده بص، مع لعيبه بروكسي تكشيره في الطرف الثاني ابتسامه وضحكه هادي وهادي كده. وحتى لما حصل كلاش مع الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك طلع بره اتكلم كده بهدوم، ما كانش عنده العصبيه وبتاعه، وطلع انذار كده هادي لذيذ كده في الخفيف كده، يلا مع السلامه، وهم كملوا برده معاه في الانفعال. لكن عاوز اقول لك ايه، اللي زي ده محتاج توقفه، محتاج وقفه. مش اول مره صحيح. في ماتشات تانية على فكره كان عنده كوارث مصايب في الدوري. اعتقد في مباراه الاتحاد برضو كان عنده مشكله. على فكره ماتش اللي اتحسب فيه خمس ركلات جزاء كان الزمالك والقناه، مش الاهلي والقناه. كان اربع ركلات جزاء الزمالك وواحده للقناه. لا الاهلي اللي كان ليه ماتش وانا متذكره جدا كان بخمسة. لا متذكره كان الاهلي فاز بالماتش ده حوالي سته. بس كان النادي الاهلي فاز اعتقد 6-0 حاجه ثانيه. يعني مباراه قديمه ممنوعه. لا في الاخر مش ممنوعه. لا يعني عاوز اقول لك ايه الحاجات ايه
انت كحكم دورك ايه؟ انك انت تسهيل مهمه الفريقين في الملعب والحفاظ على تطبيق القانون في ارض الملعب، مش مهمتك. وبعدين ايه؟ انت الناس شايفاك وتتفرج عليك. كل ما تجيد في المساله، كل ما الامور عندك بتروح في افضل وتعلى ويبقى مستواك متقدم. اخرج من دايره الحسابات الاخرى، انك انت جاي ما بتحبش كابتن اسلام وما بتحب وبتحب الاستاذ جمال او بتحب فلان وبتحب، لا الحسابات دي ما تنفعش. قصه ان هو من منطقه اسماعيليه ما ينفعش لا يعني ما كانش الواحد يفكر فيها اساسا. ما انا عشان كده بقول والله العظيم ثلاثه يا استاذ محمود. لكن بعد اللي الواحد بقول لك، انا نفسي من جوايا كنت متضايق، قلت يعني قد اكون ظلمه والله العظيم. لما شفت النهارده الموضوع ده، لا طب كويس ان ضميرك استريح كده. والله الحمد لله. يعني جاي الحمد لله، لانه نفس اللعبه بالزبط. سبحان الله. بالظبط بالظبط. ايوه، وموقف تاني، وموقف مختلف. تاني وهي هي وكل حاجه، ولكن في الاخر عموما. طب هل حضرتك مع قرار بريرا بان الموضوع الغاء الحكام الاجانب ده؟ لا طبعا، لازم البند يبقى موجود في حالات زي مباريات القمه، الاهلي والزمالك فقط. هو ساعتها بقى هيقول لك الاهلي وبيراميدز، او الزمالك وبيراميدز، او الاهلي والاسماعيلي. اصل ده قرار مش قرار الناديين ولا قرار اتحاد الكوره، ده قرار الدوله. طبعا لا، ده قرار مجلس وزراء، مش قرار حد تاني. ده قرار مجلس وزراء يا ريس. قرار مجلس وزراء من سنه 90 الكلام ده. اذا سمحت الظروف ان مباراه الاهلي والزمالك تتلعب بحكام مصريين، انا بقول احنا بنرحب بده. بس كانت هتتلعب اهو، السوبر كان هيتلعب. ايوه ما احنا بنرحب بده يعني. هتلعب. وعاوز اقول لك على حاجه، انا على المستوى الشخصي عايز يبقى عندي تحكيم محلي كلنا بصوره الافضل. بس عاوز اقول ايه، لابد في مساله يا كابتن اسلام، لازم انت ده هيرجعنا النقطه لورا، لاختيار الحكم نفسه. يعني على اي اساس يتم اختيار الحكام؟ يعني انت عاوز اقول لك ايه، لابد يكون في كشف هيئه لاختيار الحكم، لانه منصب قيادي في الملعب يطبق القانون، هو قاضي ملعب، لابد ان يتمتع بصفات ثبات وصفات شخصيه يتحمل من خلالها الضغوط، من خلال بخلاف انه يحافظ القانون. يعني بمعنى ايه؟ عنده من الخبرات اللي خدها. ده كان الله يرحمه استاذ سمير زاهر رحمه الله عليه، كان طرح وقتها فكره عمل اكاديميه التحكيم باختيار ناصر عناصر من الشباب اللي عندهم 15 سنه ويعلموهم ويدربوهم. على فكره كانت فكره اكثر من رائعه، لكن ايه؟ فكرة ولم يكتمل لها نجاح. الآن المرحلة دخلت في سكة ايه؟ دخلت في مختلف. أي حد دلوقتي مش عاوز أقول ما عندهوش يعني شغلانة ممكن تروح ناحية التحكم. أهم حاجة في الحكم ايه يا أستاذ محمود؟ شخصيته. 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 ما اللي نجحوا في الإطار ده نجحوا بإيه؟ نجحوا بشخصيتهم. شخصية اللي حطوا كده عملوا وبنوا مشوارهم، بنوا بشخصيتهم. جدا. صحيح. اللي هو بيقدر يدير يتحمل ويدير كمان. ويواجه ويتخذ قرار. طبعا هو أنت لما تيجي تتكلم غير كده، ما انا بتكلم على الاجيال بتاعتي. انا مثلا بتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح، بتتكلم عن كابتن جمال الغندور، بتتكلم عن كباتن كبار جدا ولهم اسماء. انا بتكلم على التحكيم يعني انا بريرا نفسه ده حكم لي مباراه اهلي واسماعيلي سيمي فاينل كاس مصر 2000 على ما اتذكر. فيعني انا اقصد اقول لك ان لا، في ناس يعني كابتن عصام الفتاح ما تيجي تتكلم عنه كحكم في الملعب حاجه، لما تيجي تتكلم عن ادارته للتحكيم بتنتقد ادارته، لكن كحكم لا طبعا. كابتن جمال الغندور، كابتن سمير عثمان، الاسماء دي انا بتكلم على ناس انا شفتها وعشتها وعاشرتها وشفت بيحكموا ازاي. لا عندها شخصيه وقوه. رقم واحد، رقم واحد في الاختيار الحكم ده شخصيته. هل الشخصيه بتفضل زي ما هي ولا بتتطور؟ مفروض اكيد بتتطور. مفروض يعني انت مش لما اكيد المفروض يعني الحكم لما يرتكب خطا معين ويعرف ان ده خطا، مش مفروض ان هو بيعدل في الماتشات اللي جايه؟ الله، ما ده اللي احنا بنقوله بقى. ما احنا زعلانين ليه النهارده من كابتن وليد؟ ليه؟ ما عشان حضرتك شفته انت ما طورتش نفسك. هو النهارده لو كابتن وليد لما كابتن عواد وكابتن رقم 29 ولا 26 ده في بروكسي يعني حط ايده عليه، لو كان الكابتن وليد طلع له انذار كلنا كنا عملنا ايه؟ سقفله. ايوه، لانه طبيعي. لا مش طبيعي، لانه احنا شفنا موقف سابق قبل كده. ساعتها كنت انا هقول ايه؟ انا كنت ظلمه. احنا بنقول بقى ان هو اتعلم من خطأ. لا ما اتعلمش. هو ما اتعلمش. ما اتعلمش، لان المسطره مش واحده. بالظبط كده. بالظبط. يعني انا اقصد هنا هل يعني يا استاذ محمود، يا استاذ جمال، الكلام اللي حضرتك شايفينه ده، هل الصوره مش واضحه؟ لا دي واضحه. واضحه طبعا. طيب فوق
فوق كان في ماتش اهلي وزمالك بعد كده. هنا مفيش ماتش اهلي وزمالك. يعني حتى انت لو طلعت الانذار هنا تحت يعني في الكره اللي هي فيها عواد ولاعب رقم 29 كان الماتش خلص. ماتش خلص وحتى لو ما خلصش حتى لو عواد هياخد الانذار الثاني واللاعب الثاني هياخد الانذار الثاني وانت كحكم مالكش دعوه مفيش ماتش اهلي وزمالك لا يعني حتى لو ليه حسابات يعني ما انت مفيش ماتش اهلي وزمالك يعني طلع الكارت في المكان المظبوط او في الميعاد المظبوط دون النظر الى مفروض تاثيره ايه مفروض انت يعني بتحكم مباراه التحكيم ده معناه ايه ان انت ما بتجيش على اي فريق من الفريقين صحيح انت قاضي يا استاذ جمال بالظبط كده انا بقول لك الفيصل في الحدوته دي ايه انك انت تكون اولا يعني كحكم شخصيه ايضا تطبيق القانون اي ده قبل ده كله كمان ضميرك ايوه ضميرك هو الفيصل في مساله بالزبط. انك انت الناس كلها تبقى شفاك يعني عارفه في تفاصيل صغيره كده انت بتبص تلمسها في الحكم الراجل ده لا الراجل ده مركز بالزبط. لكن في امور انت لما تعديها وتقعد تاخد لحظات كده تفكر تاخد قرار ما تاخدش قرار اعرف انك انت خلاص دخلت في سكه انك انت فتحت باب شر لنفسك وهتدفع ثمنه مش ما دفعتوش النهارده هتدفع ثمنه بكره في مبدأ. فاعتقد انه بيريرا اذا كان هو مؤيد للفكره دي وهو بيعمل صامت ما بيتكلمش هل هي دي تعليمات غير كراتنبرج كان يطلع كل شويه يقول ويعلق ويطلع كل اسبوع يختار لقطات عليها جدل والناس عملت ضجه على السوشيال ميديا والناس خدت بالها منها ولا هو قاعد بيقيم المشهد وبعد كده يبقى عنده قرار مثلا الناس دي ممكن اتكررت اخطائها مره واثنين وثلاثه مش هتبقى فيها مش هتبقى موجوده السنه الجايه او معاه او مش هتكمل معاه عندك يكون عنده معلومة يعني عندك معلومه يعني عندك معلومه انا بقول لك اهو هل هو تفكيره هل حضرتك عندك معلومه ولا فكرة. يعني عندك معلومه هو ده فكره او تفكيره ولا ده ضغط عليه ولا ايه ولا ما عندكش لا انا عندي انا بكلمك عندي معلومه ان هو الراجل على ما يبدو مش مدرك خطوره الامر انه عارفنا بتاع المعلومات اللي هو واخدها من الناس اللي اتعاقدت معاه وجابته هنا اكيد مدياله التصور اللي هو خلي بالك ما دي اعتقد الاستاذ سمير عبد التواب اعتقد الشرق البرتغالي باين اللي جايه بالتدريج انا لا انا استاذ سمير يعني راجل اعرفه بس يعني عاوز اقول لك على حاجه يعني عاوز اقول ايه اتمنى يكون الهدف الاساسي اللي هو الصالح العام يعني ايه الصالح العام انا عاوز انجح مسابقتي انا عاوز اطلع انا نفسي الراجل ده لو طلع لي حكمين ثلاثه اربعه هيبقى عندي الوضع ايه الوضع هيبقى اقول له انك انت نجحت هقول له انك انت نجحت لو انا شفت السنه الجايه وجوه جديده فعلا وخطوه مهمه جدا الناس تم اختيارها بعنايه هقول له والله انت قدمت لنا حاجه كويسه بيدعم التحكيم المصري هقول له شكرا بس عاوزين برضو نرتاح على حاجه هل هو التحكيم المصري كويس في لحظات ونطلب نقاتل عليه ولا التحكيم الاجنبي هو عاوزين نفهم يعني مين الاحسن بالنسبه لنا نجيب ناس من بره ولا نجيب ولا عندنا اولادنا يكون افضل ولا نعمل ايه هي مدارس يا ما لا واحنا كمان يا كابتن يعني يا كابتن اسلام لازم تبقى واقف على ايه عاوز اقول لك هتقف على ارض هو بيريرا واقف هو واقف على واقف مش عاوز حكام اجانب عاوز يقلل يعني قلل الاستعانه بيه مش يقلل لا هو عايز يمنع انا بقول لك مش هيقدر يمنع هتيجي في لحظات كده في اوقات هيبقى صعب جدا عليه ان هو يقول انا ماشي انا بقول لك اللي انا عارفه ما ناخد ماشي اوكي ما انا مش مختلف معاك ما انا بقول لك المعلومه واصله ان هو فعلا عاوز يقفلها ويبقى عنده مسيطره هو على الوضع اللي هو شايفه يبقى لازم في ثواب وعقاب ما ده اللي انا بقوله ده اللي احنا بنقوله من الاول الاول يعني احنا بنقوله هي باختصار عقاب الحكم اللي مش اللي غير كفء ان هو يدير مباريات في الدوري او في الكاس دوري ممتاز او الكاس يبعد مش يبعد هو اللي هما اللي يبعدوه ما يبقاش هيبان لا هيبان في التقييم في الايه مع بدايه ايه ما احنا عارفين كم هو واحد غنمك يا جحا ما لا لا هيبان لا هيبان في التقييم في اللي جاي يعني هيبان في لما ايه استئناف مسابقه الدوري ولا الكاس كان هيكمل هنشوف الناس اللي عامله تخطيط دي هتبقى موجوده على طول ولو لو بقى موجود على طول وماشيه خلينا لا يبقى اطمن بقى لا يبقى اطمن بقى اطمن يعني وشوف يعني انا بس حبيت ابدا كلامنا بهذا الامر لانه الحقيقه انا شايفه امر صعب جدا 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 خصوصا احنا داخلين على نهايه الدوري عندنا المنافسة على قمة الدوري مهما كانت الأمور أنا شخصيا أنا لا يعني أجد غضاضة في أن أنا أقول أن لسه بدري لا الدوري في الملعب الدوري والدوري في الملعب طالما الدوري لم ينتهي طالما الفرق النقاط يدي المنافسين بالظبط كده فأنا بالنسبة لي فوق وتحت فأنت عندك مشاكل كتيرة جدا فوق أو عندك مباريات صعبة جدا فوق ومباريات صعبة جدا تحت في أندية يا كابتن إسلام النهاردة في نادي البنك الأهلي النهاردة بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره بيقول انا عاوز حكام دوليين يديروا المباريات اللي جايه
انا عندي ثلاث مباريات مع ثلاث فرق بيصارعوا معايا. اتفضل. بيصارعوا معايا فين؟ ده اللي انا بقول عليه بقى. طبعا معايا الاسماعيلي، ماتش مع الاسماعيلي، معايا ماتش مع المحله، مش عارف الماتش الثالث مع مين. انا دول التسع كلها ماتشات فاصله. لا فاصله. ده اللي انا بتكلم عليه. ايوه خلاص. اذا كانت الدنيا هناك فوق يعني، ها شويه، لكن تحت انت هتتكلم على البنك الاهلي، البنك الاهلي ولا الاسماعيلي ولا المحله ولا حرس الحدود ولا الجيش ولا على الهروب بقيه الفرق اللي موجوده، وانت هتلاقي 7-8 فرق بتلعب بعض. ممكن خطأ أسوان. تحكيمي. هتعمل ايه؟ خطأ تحكيمي يخلي الفريق يهبط لدوري القسم الثاني. صحيح. خطأ واحد. صحيح. ممكن يضيع فرقة. صحيح. عشان كده نادي البنك الاهلي بيلمح لده. او بيطلب ده. اللي هو اشرف نصار عمل كده وعمل تصريحات بالمعنى ده بامانة شديدة. هتبقى فيه ضغوط كبيرة جدا على يعني بريرا في الفترة اللي جاية، ولابد يكون واعي واللي معاه يكونوا فاهمين ومفاهمينه ان الامور لا تقبل ايه تكرار الاخطاء، لانه الخطأ بفورة، الاندية دي عندها عقود لعيبة وامكانيات صرفة وعاملة، فما تضيعوش بقى في ضربة جزاء، في عدم ضربة جزاء، في كرة في سايد تقول لي ما فيش فار، اقول لك ما فيش فار، ده انا ما سمعتش، ده انا ما شفت، ده الفار ما جاش، ده الفار راح، ده الفار جه، الفار ما جاش. صحيح. الفار ما جاش. هي دي العدالة اللي انت بتدور عليها. كل الفرق، كل الفرق انت بتدور على عدالة التحكيم. نعم. ان هو يبقى طرف محايد، مسطرة واحدة. نعم. مسطرة واحدة على الكل. مسطرة واحدة على الكل. واحدة على الكل. تاني ونفس السؤال، هو لو طلع الكابتن وليد، طلع انذار النهاردة، كلنا كنا جينا النهاردة قلنا وليد عبد الرازق عنده حق في اللي عمله مع محمود متولي. هو مش محمود متولي ده لعيب في النادي الاهلي؟ واحنا في قناة الاهلي انا كنت هطلع اقول كده، بطلع اقول والله برافو عليك يا كابتن وليد، بما انك عملت كده في محمود متولي فبرافو عليك ان انت عملت كده مع محمد عواد ولاعيب رقم 29 بتاع بروكسي. لكن هو لم يفعل، وبالتالي خلانا نتكلم ونقول ان اللي حصل ده بالظبط. تبص بقى عليه من كذا اتجاه اخر غير اللي احنا كنا بنتكلم فيه في كره القدم يعني. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر. والنهارده كان خلينا في السوبرات بقى. السوبرات النهارده كان افتتاح كاس الكوس، هنروح للسوبر دلوقتي. لكن النهارده كان افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، وكان حاضر الدكتور أشرف صبحي، وكان حاضر الدكتور حسن مصطفى، وطبعا كان متواجد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي متواجدين، باستثناء طبعا الأستاذ خالد مرتجي ودكتور والأستاذ محمد الضماطي كانوا موجودين مع في البعثة النادي الأهلي اللي سافرت لتونس النهاردة. وبالتالي كان كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي متواجدين. أعتقد حاجة جميلة جدا وحاجة تدعو للفخر ما شاهدناه اليوم. طبعا. وفرق الأهلي بدأ سيدات ورجال، سيدات ورجال بانتصارين. يعني انا برضو اتفرجت على ماتش البنات، رجعوا بعد ما كان الفريق 14-11 بعد ما كان الفريق 30-26 متقدم، قدروا مع نهايه الشوط الاول ان هم يبقى في تعادل او تفوقوا بفرق واحد، وبعد كده في اخر المباراه بعد كده 30-26 تقريبا كان النادي او سيدات الاهلي كانوا متقدمين على طول. نعم. بالنسبه للرجال، لا فرق كبير. 56 مش عارف ولا 8 يعني نسيت. 58 8 على كده. فرق كبير جدا. ده برضو يؤكد انه الامور تسير في الطريق المظبوط حقيقي، وبننتظر باقي المنافسات. ولان النادي الاهلي مش بيبص على نتيجه واحده او مباراه واحده، طب بص على المجمل وعلى النتيجه العامه. هي تقريبا مثل واضحه يعني، هو النهائي واضحه، يبقى اهلي وزمالك بالظبط في كاس. لا وانت عينك كمان على اللقب يعني. طيب طبعا. برضو وجود الاستاذ محمد الغزاوي على رئاسه اللجنه العليا اللجنه المنظمه العليا لهذه البطوله، اعتقد يا استاذ محمود شيء جيد جدا. لا طبعا، ما هي الاهلي طول عمره دايما بيقدم يعني محمد غزاوي كوادر يعني. ما تعرفش من كعضو مجلس اداره من خلال لا تقريبا من خلال المشاركه في تنظيم بطولات سابقه في السنوات الماضيه. صحيح. دايما الاهلي بيقدم كوادره، وتلاقي في كوادر موجوده في خلال تنظيم بطوله. تصريحات منصور اريمو اللي هو رئيس اتحاد افريقيا بيتكلم عن استضافه الاهلي للبطوله والثقه والنجاح والاحتواء واللي حصل في السوبر الافريقي والمشهد والجمهور. عاوز اقول ايه يعني، عامله حاله من حاجه محترمه، حاله محترمه جدا. وعاوز اقول انه برضه استضافه البطوله في مصر لنا فتره كبيره مثلا ما نظمناش بطوله افريقيا لليد من سنوات، دايما كانت بتبقى ما بين المغرب وتونس، ولما جت هنا اعتذرت الانديه الترجي والنجم الساحلي، وحتى ما فيش غير وداد سماره اعتقد المغرب. هو اللي جه من المغربي. لكن عاوز اقول لك ان كره اليد الافريقيه في طريقه للتطور الكبير
كبير خلال السنوات، هيبقى فيه منافسين كبير جدا زي ما انت مثلا على مستوى السيدات هتلقى فيه منافسه ما بين مثلا انجولا متميزه في السله في السله ومتميزه في اليد على فكره دلوقتي، صح. هتلقى الكونغو الكلام ده 3 4 5 سنين هتلقى في شراسه جنوب السودان هتلقى في السلة في انا عاوز اقول لك ايه، شيء كويس جدا بامانه شديده، يعني تنظيم اكثر من رائع. ان شاء الله نتمنى الاهلي يعني يفوز بالبطوله. يعني اعتقد الفريق تخلص من كل الاعباء اللي عليه كانت في السنوات، دفعه معنويه جدا انه يعني يسترد بطوله الدوري والكاس ويفوز في السوبر على المنافس يعني التقليدي ليه نادي الزمالك. والزمالك يعني في اليد يعني فريق كبير جدا احنا عارفين في افريقيا، وهم الاثنين بيمثلوا عنصر المنتخب الوطني، فاعتقد انه نجاح كبير والوصول لكاس العالم. طبعا كاس العالم ده حدث مهم جدا، الدفعه المعنويه اللي خدتها فرقه اليد الاهلي اكيد هيتم البناء عليها، خاصه ان هناك خطه موضوعه تسيد بنجاح لتدعيم الفريق باكثر من 7-8 لاعبين من عناصر الشابه المواليد 2003 و2004 في الموسم المقبل، هيكون لها نقله كبيره جدا في اليد طبعا، وبناء هيتم بناء على هذا الانجاز لمحاوله الحفاظ على الالقاب المحليه والافريقيه مستقبلا ان شاء الله باذن الله. الفوز برضه بالسوبر و السوبر الافريقي لكره اليد والسوبر المحلي لكره القدم. طبعا الخبر الجماهيري اكتر الفوز طبعا على بيراميدز طبعاً، والحصول على لقب كاس السوبر ده الثاني خلال فتره تولي كولر مارسيل كولر. بيدل برضو اولا المباراه كانت قويه جدا وخرجت بمستوى فعلا راقي فنيا. الناس بتسيب الايجابيات وتمسك في حاجات فرعيه ملاش. لا انا عاوز ابوظ لك الفرحه بتاعتك. ايوه يعني انت عارف انت بتكسب تفرح بالكامل انت بتكسب وحاجه بطوله زي كده ويطلع الناس يكلموك في حاجات لو قعدنا نتكلم فيها ملهاش اي اعتبار. ما انت ما تبصش. ايوه ما هي ملهاش اي اعتبار. فطبعا فوز مهم جدا وبطوله مهمه بالنسبه لكولر وبالنسبه للنادي الاهلي. بعديها طبعا الكاس الافريقيه السوبر الافريقي في كره مهمة اليد. جدا على فكره ده مهم طبعاً جدا ويؤهلك الى كاس جلوب. العالم كاس العالم للانديه صحيح، فده شيء اكثر من رائع ويدل برضو يا كابتن اسلام على نفس اتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي في علاج أي سلبيات. وأنا بصراحة يعني بقول لو أي فريق في العالم أي نادي عنده كل هذه الالتزامات الرهيبة تخرج من بطولة، يعني شوف كده مسيرة النادي الأهلي في كرة القدم مثلا، خارج من هنا رايح هنا رايح هنا ومفيش كلام، في تركيز على الفوز وتحقيق الألقاب وإسعاد الجماهير. فده أنا بقول إنه يكفي النادي الأهلي شرفا وفخرا أنه يحقق كل هذه الإنجازات الرياضية، إضافة بقى لموضوع افتتاح الفرع الجديد للنادي الأهلي في التجمع، حاجة برضو تدل على إن النادي الأهلي مش شغال في اتجاه واحد، لا على جميع الأصعدة، وحاجة تخلي الناس تحسدك امسك الخشب بقى. عارف يا استاذ جمال بمناسبة الكلام ده بمناسبة الكلام ده، يعني لو بقية الأندية او بعض من لا يشجع النادي الأهلي يركزوا، لا لو بيحبوا ناديهم زي ما بيكرهوا النادي الأهلي والله العظيم لو بيحبوا ناديهم زي ما بيكرهوا النادي الاهلي هتلاقيهم بيوصلوا للي حضرتك يعني حب ناديك بس ما تكرهش النادي الاهلي، اشتغل على نفسك، اشتغل على ان ناديك يبقى عنده فرع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته زي ما النادي الاهلي. هو كابتن خطيب او مجلس الاداره عشان ما اقولكش انت بتطبل مجلس الاداره وهو بيعمل كده، هو بيعمل كده ليه؟ عشان اعضاء جمعيته العموميه واعضاء جمعيته العامه طبعا هو جمهور الاهلي 70-80 مليون واحد بيشجعوا النادي الاهلي فبالتالي هو عايز يخليك فخور بكل حاجه انت بتعملها بالظبط. النادي الاهلي عشان يدفع مليار ونصف مليار في التجمع الخامس
هو بيعمل كده، هو مش مجبر على فكره، وكان ممكن يستنى في ظل الازمات اللي كانت بتحصل بالزبط. وكان ممكن يستنى، ولكن هو وعد مجلس الاداره، وعد اعضاء جمعيته العموميه واعضاء مره تانية يعني. اعضاء جمعيته العامه ان هو بيفي بالوعود، وبالتالي بالزبط. بيعمل كده بالزبط. فانا الحقيقه بشوف انه يعني ما تكرهش النادي الاهلي، ولكن حب ناديك كابتن أكتر. انت لخصتها، لو كل الانديه تركز ما تقولش اشمعنى الاهلي صحيح. وتشتغل على نفسها صحيح. يعني انا غريب الراجل مدرب بيراميدز باتشيكو الراجل راجع من مباراه، هو لازم يعمل كده، ما هيقول ايه يعني عشان يكمل، هي يعني دي وكسب اهو النهارده. ايوه لا هي دي اللي مضايقاك قوي، يعني انك تطلع تقول يمكن النهارده يكون عارف هو كان لا يعني. وبعدين على فكره شوف احنا بنتكلم على ايه، بيراميدز لعب مباراه قويه جد عادي جدا ومش عيب، مفيش مشكله. المهم في النهايه، المهم في النهايه من يكسب صحيح، وهو ده اللي انا بشوف ان هو بيميز النادي الاهلي يعني بجد على المستوى الافريقي والعالمي حقيقي. طيب استاذ محمود برضو لو اخد رايك سريعا في كل هذه الامور، في السوبر والسوبر والسوبر وال يعني والافتتاحات والامور هو الحقيقه النهارده الاسبوع ده يعني لازم اسال استاذ جمال عشان اعرف استاذ جمال رايه، واسال استاذ محمود عشان اعرف استاذ محمود رايه، لانه اسبوع رائع الحقيقه بالنسبه لنا يعني. لا طبعا هو بس يا كابتن عشان نقيم الموقف، اولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لا لا اول قبل كل شيء كان حاضر، والتوفيق دايما مش بيجي زي ما بيقولوا اللي بيحاولوا يسوقوا للمحظوظ، لا هذا التوفيق ياتي لمن يعمل صحيح. ويعمل في صمت، لو الحظ بيجي اللي بيعمل لا يعمل في صمت منشغل بنفسه يعني عاوز ايه، منشغل باخطائه، منشغل بعيوب بيصلحها، ملوش دعوه بالاخر. جزئيه المنافسين والاعداء دي جزئيه ظاهره صحيه في الحياه، لانه مالكش منافسين اعداء تبقى نايم. فالاهلي بياخد من اللي شايفه والمنظر وحجم بامانه شديده، حجم التجريح في الفتره الاخيره زاد عن الحد وتجاوز المدى زي ما بقول، في ظل صمت النادي الاهلي وعدم الرد في الملعب، هذا هو قمه النجاح، الرد في الملعب، الرد في الملعب، لانه التاريخ سيسجل جزء واحد، فاز الاهلي صح، فاز الاهلي أيوة وحقق الاهلي، مش هيسجل فلان قال ايه، مش هقول باتشيكو اصلا لو كنت عارف ما كنتش جيت، ما هو ده امر طبيعي يعني. انت ايه خسران بس كاس افريقيا الانديه ابطال الدول، خسران السوق الكاس مصر، عاوز يعني لا الكونفدراليه تقصد، وانا بكلمك ماشي، خسران مش عارف ايه كاس مصر وكذا، وبعيد عن الدوري، وبعيد عن وعاوز اقول لك على حاجه، فلازم يجي يبرر برر، هي دي عاوز اقول لك، لانه لو هو في بلده ما يقدرش يقول الكلام ده، ما يقدرش شغل الثلاث ورقات، خليه يقول لما تبقى تقول لا، لما تبقى تقول الكلام ده احترم المنافسه واتكلم عن حجم اللي انت شفته. انت لعبت مباراه انت كنت قريب من الفوز، كنت قريب جدا من الفوز، ما احنا بنقول احنا اتكلمنا وقلنا انه كل الاسبوع لا اقول له هو طلعها ازاي سبحان الله، لا والبند كمان طلعها ازاي لا في حجم الزحمه يعني عاوز اقول لك ايه، في زحمه جدا قدامه، ده شافها ازاي في وقت صعب، في لحظه خمسة ياردة تقريبا او 4 ياردة يعني جابها من الطرف زي ما بيقولوا، عارف طلعها كده زي ما بيعمل، هو بياخد بالاسباب، هو الراجل متدرب صح وبيلعب صح. فاللي عاوز اقول لك انه مشهد يعني الفوز من رائع وبعد المستوى الفني بغض النظر هم لازم يعملوا كده الفوز بامانه شديده، كان الفوز بكاس السوبر الافريقي على الزمالك فرحه كبيره جدا، واستعاده للثقه لفريق الهاندبول بامانه شديده كان محتاجه حقيقي، استرد ثقته في نفسه صحيح. انطلاق كاس افريقيا للانديه كره اليد برضو شيء كويس. عاوز اقول لك ايه، انه في عمل تم وبيتم خلال الفتره اللي فاتت رياضي وانشائي، خلي بالك بيتم داخل دولاب العمل داخل الموسم الجديد بشكل او باخر في كثير من الالعاب وتجهيز للمشهد اللي جاي، يعني كل الامور يا كابتن اسلام ده نتيجه ايه؟ نتيجه عمل اولا رقم واحد، مسانده كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في كل مكان، اهم كلمه حاجة. السر ورقم واحد مجلس اداره بيجتهد وبيعمل، كل المسؤولين القائمين على المشهد
بيعملوا عندهم هدف. توفيق ربنا سبحانه وتعالى دايما بيكون حليف نتيجه هذا الجهد الكبير. اتمنى ان شاء الله ان المسيره تكتمل باذن الله تعالى، ان النادي ان شاء الله يتخطى عقبه الترجي باذن الله تعالى. طيب الترجي سريعا بقى عشان وقتنا بينتهي. فالترجي مباراه رغم مباراه صعبه جدا طبعا، مباراه رغم كل الظروف اللي موجوده وهزيمه الترجي في اخر مباراتين لا تخدعنك هذه الهزائم. لا طبعا. ولا يخدعك غياب الجمهور. ولا يخدعك تصريحات ولا اي حاجه. واعتقد يعني حسب خبراتي مع النادي الاهلي انه النادي الاهلي هيتعامل مع المباراه بمعزل عن كل طبعا كل الظروف. لازم يحصل كده لان الترجي مهما كان فاسم الترجي بس طبعاً كبير، اسمه كبير وسيظل ومدرب كبير. بمناسبه الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله، انا اسف يعني اللي حضرتك كنت بتقوله من شويه، انا قلته يعني في بدايه الحلقه انه احد الاصدقاء من تونس بعت عن طريق احد اصدقائي على السوشيال ميديا، عطيته يعني على السوشيال ميديا على الفيسبوك، قال ان هو بيشكر جدا قناه الاهلي وبيحترم جدا، هو تونسي الصغير في السن، وبيحترم جدا قناه الاهلي لانها دايما بتتكلم عن الترجي بشكل جيد، وان قناه اخرى يعني بتتكلم بطريقه مش لطيفه يعني. قلت له دايما الكبار او الكبير لما بيجي يتكلم عن الكبار بيتكلم باحترام، لانه الترجي فعلا انت عارف شيخ الانديه التونسيه طبعا الاسلام طبعا فريق الدم والذهب، فريق عريق، فريق كبير متمارس، ولنا معه جولات وصولات، واستطاع النادي الاهلي ان يكسر الحاجز النفسي صحيح ماشي للفوز ومواجهه الترجي، مباراه في غايه الصعوبه اعتقد رغم كل الحسابات رغم كل التسريبات رغم كل الكلام اللي بيتقال من انه، لكن نبيل معلول من المدربين الكبار جدا لديه مع الاهلي منافسه شريفه، منافسه قويه جدا، عاوز محتاج ان هو يظهر بالشكل، عنده اصابات عنده ظروف، لكن في مثل هذه المباريات بتلعب الروح المعنويه وغياب الجمهور ربما يكون دافع للاعيبه الترجي تخفيف الضغط عليهم، هيلعبوا مباراه حل مشاكلك من خلال فوزك على الاهلي. انا بقول لك حل المشاكل ان هو انك انت ايه تفوز على الاهلي وتعمل اللي معاه نتيجه. عشان كده انا بقول انه عجبني قوي اللي عمله مارسيل كولر لما انفعل قبل السفر على الظهور التلفزيوني للعيبه والكابتن ولم الفرقه واتكلم ولا او التركيز والمباراه صعبه، لانه فعلا المباراه صعبه فعلا. اذا ما اراد الاهلي التاهل للنهاية افريقيا فعليه الفوز في رادس، لان اي نتيجه هتكون صعبه في مباراه العوده في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الفوز بالله. يا رب ان شاء الله. وتكون التحكيم الحقيقه لانه يعني مثلا كنت عايز اسال حضراتكم في السؤال ده بسرعه جدا برضو في اتجاه الاتحاد الافريقي ان هو بيدي الحكام او بيدي الوشوش الجديده او الوجوه الجديده في المباريات الصعبه. ده اتجاه في الاتحاد الافريقي. تمام. قد نبقى احنا مضارين منه كنادي اهلي لانه مثلا في مباراه الرجاء اللي كانت في مصر حكم الليبي كويس وكل حاجه ولكن كان عنده بعض الاخطاء اللي كانت ممكن تودينا يعني الماني تعمل مشاكل كبيره، لكن في النهايه هناك توجه بيعمله الاتحاد الافريقي لكره القدم بضخ عناصر او اسماء جديده في المباريات المهمه. انا رايي انه وقد يختلف معايا الناس انه تدي الفرصه لعناصر جديده اثبتت وجودها افضل من وجوه غبراء اتحرقت غبراء احترقت ومعروفه ان هي ملوثه. دول نستبعدهم. انا بقول ان ممكن تكون تجربه ممكن تكون ناجحه، واهم حاجه نشوفها بقى هتنجح ولا مش هتنجح. النادي الاهلي يلعب على اخطاء التحكيم، هو بمعنى انه هو يحذر من الفوائد اللي تتاخد بس تتقال ان مش عارف ايه احظاء اخطاء التحكيم. يحذر من الاخطاء في اماكن معينه خطيره جوه الملعب زي منطقه الجزاء مثلا. يلعب مبارياته بالطريقه اللي هو بيلعب بيها، واعتقد ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره اثبت ان هو يعني صحح الكثير من الامور. عموما اتمنى ان تكون العداله موجوده في هذه المباراه، مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي اللي ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي طبعا مهما كانت النتيجه سيكون ده اول الاشواط، وسننتظر الى الشوط الثاني ان شاء الله اللي هيكون في القاهره. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.